عندي راجيا عمران. راجيا عمران دي اخذت جايزه من السفير الالماني والفرنسي في القاهره، وقالت خطاب طويل عريض بمناسبه استلامها للجايزه، بتقول: شرف ليا ان انا اقف امامكم اليوم في العيد 96 لاعلان العالمي الاعلان العالمي لحقوق الانسان. بتكلم بتقول العنف بيتزايد، والدول اللي بتنتهك حقوق الانسان بتتزايد، وبدات تتكلم على مصر، وبتقول: شهدنا خلال السنوات الماضيه شعبويه متطرفه وكراهيه الجانب والتعصب الاجانب والتعصب بتطل براسها القبيح على كافه اركان الدوله. وبتقول: كانت السنوات القليله الماضيه اكثر سوادا وتحديا لمجتمع حقوق الانسان في مصر وللمجتمع المدني بشكل عام، فقد بدت بشده قدراتنا على التنظيم والاحتجاج. بتقول: اغلقت مراكز حقوق الانسان واسكتت اصواتنا، وكما تعرض زميلي وزملائي المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان لقرارات المنع ومن السفر وتجميد الاموال والتحقيق في سياق معروف بالقضيه 173 الشهيره.